نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأمريكية المختطفين بسجون الميليشيات الحوثية في صنعاء. مصدر حقوقي يؤكد أن 73% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. رجال مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت يغلقون مركزا صحيا يبيع حبوبا ممنوعة ومخدرة في المكلا. ناقش مجلس القيادة الرئاسية المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله. كرس الاجتماع للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة. كما ناقش الاجتماع متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية وأهمية التزام الميليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة والتحالف العربي. أعلن المبعوث الأممي لليمن أن اليوم ستبدأ المباحثات بين وفدي الحكومة وميليشيات الحوثي بشأن فتح طريق تعز في العاصمة الأردنية عمان. هذا ووصل الوفد الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز بموجب الهدنة الأممية إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعت لها الأمم المتحدة. كشفت مصادر إعلامية عن وفاة عبد الحميد العجمي أحد موظفي وكالة التنمية الأمريكية المختطفين لدى ميليشيا الحوثي في سجونها بصنعاء. وقالت المصادر أن العجمي توفي في محبسه لدى ميليشيا الحوثي في ظروف غامضة بعد نحو 7 أشهر من احتجازه التعسفي، وأكدت أنه تم حرمانه من أدوية الكلى التي كان يتناولها، وتوفي في سجن الأمن والمخابرات بعد أن حولته ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى مبنى الإخفاء القسري. ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اجتماعا لقادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدن ومحافظتي أبين ولحج. وأشاد الزبيدي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وفي طليعتها الأحزمة الأمنية لاستتباب الأمن ودرء خطر الإرهاب وتوفير الاستقرار في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى. وشدد الزبيدي على أهمية رفع اليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية. وإلى ذلك ترأس الزبيدي اجتماعا استثنائيا للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقال حضرموت. وشدد الزبيدي على أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بالقدرات التنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة، داعيا قيادة المجلس في حضرموت إلى الالتحام بالجماهير والاقتراب من معاناتهم. وأكد الزبيدي على أهمية تحلي جميع أعضاء الهيئات التنفيذية بالروح القيادية المخلصة والمرنة. شهدت محافظة الضالع أحياء فعالية ذكرى فك الارتباط وتحرير الضالع من الميليشيات الحوثية بحضور شعبي من المديريات كافة. وانطلقت الفعالية في مواكب كبيرة لأبناء ضالع الصمود حاملة أعلام دولة الجنوب وشعارات المجلس الانتقالي الجنوبي ولافتات تؤكد على مواصلة النضال حتى استكمال تحرير أرض الجنوب. وأكد المشاركون أن الواقع والأحداث أثبتت أن قرار فك الارتباط كان قرارا صائبا وجاء ملبيا لتطلعات أبناء الجنوب في إنهاء الوحدة. لقي قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي مصرعه في ظروف غامضة بصنعاء. وقالت مصادر أمنية أن القيادي الحوثي المدعو علي المرتضى عثر على جثته مذبوحا في منزله بصنعاء. وأضافت المصادر أن القيادي المرتضى كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا الحوثية. أشارت المصادر إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة وتندرج ضمن صراع الأجندة في صفوف الميليشيات الحوثية.
قال مصدر حقوقي أن 20 مليون يمني أصبحوا يعيشون في فقر مدقع جراء تداعيات الصراع المستمر منذ سنوات، وتوقع انحدار أكثر من مليون يمني إلى مستويات طارئة من الجوع في نهاية 2022. أصدر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع معهد دراسات الهجرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية، أصدر ورقة حول واقع النزوح في اليمن ضمن برنامج أطلقته الجامعة لتسليط الضوء على محنة النازحين واللاجئين حول العالم. وجاء في الورقة أن 7 سنوات من النزاع المتواصل في اليمن تسببت بإضعاف السكان على مختلف المستويات، إذ أصبح نحو 23.4 مليون يمني، أي ما يعادل 73% من السكان، يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أجبرت العمليات العسكرية نحو 4.3 مليون يمني على النزوح داخليا حتى شهر مارس 2022، ويعيش نحو 40% منهم في مواقع نزوح غير رسمية، ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بشكل كاف، وفي كثير من الأحيان تكون تلك الخدمات غير موجودة. وخلصت الورقة إلى أن اليمن يشهد انهيارا اقتصاديا شاملا بفعل النزاع المستمر، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنحو 50% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وبات يعيش 2 من كل 3 يمنيين أو ما يعادل 20 مليون رجل وامرأة وطفل في فقر مدقع. أما بشأن ضحايا الحرب فقد تبين أن عدد القتلى حتى بداية 2022 بلغ 377,000 شخص، 40% منهم قتلوا بشكل مباشر، و60% بسبب الآثار المترتبة على النزاع مثل الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها. ووفق تقديرات وكالات أممية مختصة، يتوقع أن يتفاقم الوضع الإنساني في اليمن خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022، حيث قد يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. كما من المتوقع أن ينحدر 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى مستويات طارئة من الجوع، ليرتفع المجموع إلى 7.3 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022. ويخشى أن ترتفع الأعداد إلى أعلى من ذلك بسبب تراجع التمويل الدولي للعمليات الإنسانية، إذ لم ينجح مؤتمر المانحين الذي عقد في 16 من مارس 2021 سوى بجمع تعهدات بنحو 1.3 مليار دولار من أصل 4.3 مليار دولار مطلوبة للاستجابة الإنسانية في اليمن. أغلق رجال مكافحة المخدرات بساحل حضرموت مركزا صحيا يبيع حبوبا ممنوعة ومخدرة في أحد أحياء المكلا وبطريقة خفية، إلى جانب ممارسة عدد من الأنشطة المحظورة. ما أن تقع عيناك على هاتين اللوحتين تطمئن أنك في مركز صحي، لكن عندما تتعمق قليلا إلى الداخل تنصدم بواقع مغاير. كل شيء هنا يدل على أنه وكر لممنوعات وليس لمركز صحي. رجال مكافحة المخدرات داهموا هذا المكان في منطقة الديس بمدينة المكلا. الحمد لله كلت العملية بنجاح وتم ضبط الشخص، ولدي شخص آخر يقوم بتصريف هذه الحبوب، سواء كانت حبوب مهدية أو أمبولات أو إبر للإجهاض وغيرها من الحبوب. ففي نفس اليوم استطاع منتسبو الإدارة من رجال القبض على حوالي أكثر من 40 شخص يأتون إلى هذا الوكر ليشتروا منها هذه الحبوب المهدية، ولعل الأمر متكرر وكثير وما وصل إلينا إلا بعد أن أصبح ظاهرة مشهودة للمواطنين ومزعجة، فكان على إدارة مكافحة المخدرات لزاما التدخل. هنا أيضا كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومئات آلاف الريالات ومسدس وأشرطة سيديهات وغيرها من الممنوعات تم ضبطها داخل المركز الصحي. رجال المكافحة أغلقوا المركز وألقوا القبض على عدد من المتورطين. تم ضبط أيضا خلاف الحبوب المهدئة والمثبطة، تم ضبط أمبولات تستخدم لعمليات الإجهاض واستخراج الأجنة من بطون الحوامل،
تم ضبط هناك عدد من الأمبولات. وفقا للمعلومات الواردة إلينا من مصادرنا أنه تصل تكلفة عملية إجهاض واحدة إلى من 300 إلى 400 ألف. على الرغم من نجاحاتها المستمرة، تعاني إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت من مشاكل كثيرة. غياب الميزانية التشغيلية للإدارة واحد من تلك المشاكل، إلى جانب نقص في بعض الإمكانيات الضرورية. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. النشرة متواصلة وتتابعون فيها. كاميرا الغد المشرق تزور مديرية سباحة التي تفتقر لأبسط الخدمات والمشاريع التنموية. أهلا بكم من جديد. افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد تركي وممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن العمل في مشروع إعادة صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد، المنفذ الوحيد الذي يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى. ينطلق العمل في مشروع إعادة صيانة وتأهيل طريق هيجة العبد الذي يربط محافظة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظات الأخرى. دشن محافظ المحافظة نبيل شمسان ومحافظ لحج اللواء أحمد تركي العمل في المشروع الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتكلفة قدرها 20 مليون ريال سعودي. منذ 7 سنوات تحول هذا الطريق الوعر المحفوف بالمخاطر إلى شريان وحيد يغذي مدينة تعز بكافة احتياجاتها، وطريقا يعبره قرابة 5 ملايين يمني يتوجهون إلى المدينة أو يتنقلون منها إلى المحافظات الأخرى. وعانى كثيرا من التدهور بسبب عدم جاهزيته كطريق رئيس وافتقاره لعناصر السلامة المرورية وسوء قنوات تصريف مياه الأمطار والانهيارات الجانبية التي أدت إلى توقف الحركة فيه لعدة أيام، وتكررت الحوادث المرورية فيه بشكل شبه يومي، وسقط المئات من المدنيين ضحايا كما تقول إحصائيات. الطريق المقرر صيانته يبلغ طوله 9 كيلومترات وفيه 55 منعطفا أغلبها خطرة، ويقول القائمون على المشروع إن إعادة إصلاحها سيسهم في التقليل من المخاطر وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والنقل الآمن للمركبات. زاد على ذلك خفض وقت السفر والنقل بنسبة 20% وانخفاض تكاليف النقل وأسعار جميع المواد التي تصل إلى المدينة. محافظ تعز نبيل شمسان قال إن تنفيذ المشروع يشكل إنقاذا للمواطنين من الموت والحوادث المرورية التي تسببت بها وعورة الطريق ومن ارتفاع تكاليف السلع والبضائع بين 30 و50%. وأضاف المسؤول الحكومي أن إعادة إصلاح هذا الطريق يشكل أهمية كبيرة للمدينة، سيما وأنه الشريان الرئيس والإنساني الذي يربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الأخرى. وجه سكان مديرية سباح بمحافظة أبيان مناشدة عاجلة إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لاعتماد مشاريع الطرقات والخدمات العامة التي حرمت منها المديرية منذ عقود. حدثت الغد المشرق زارة المديرية وطلعت على أحوال المواطنين في تلك المناطق. مديرية سباح بمحافظة أبيان، المديرية المنسية التابعة إداريا لمحافظة أبيان وهي أحد مديرياتها في الجبلية، يعيش سكانها منذ عقود في طي النسيان والإهمال الحكومي، حيث تفتقر المديرية والمناطق المجاورة لها لأبسط الخدمات والمشاريع التنموية. محتاجة مديرية أولا وعرة في الطرق عشان خدمة الطرق، برضه لازالت المديرية بدون طرق وعرة. والجانب الثاني برضه خدمات الكهرباء غير موجوده،
الخدمات الصحيه برضه غير موجوده، الجانب التربوي برضه فيه نقص من المدارس وغيرها من برضه من الجوانب المهمه في على مستوى المديريه. ونحن نطالب الدوله بالاهتمام في هذا المديريه بتعزيز الامن وتوفير كل الامكانيات لحمايه المديريه الى جانب اهلها، لانهم قد الان قائمين بالحمايه واهلها قائمين بهذا الجانب. طبعا بالنسبه لمديريات يافا التابعه اداريه لمحافظه ابين تعيش في وضع ماساوي نتيجه لقياب الخدمات منذ عقود طويله من الزمن، سواء مشاريع الطرقات والكهرباء والمياه والصحة. وإذا تكلمنا عن مديرية سباح فهي تعيش في عزلة تامة تماما نتيجة لقياب كافة الخدمات من هذه المديرية، وسكان هذه المناطق يعيشون في عزلة تامة، حتى أن بعض المناطق فيها لا زالوا يتواصلون بوسائل الاتصال البدائية التي عرفتها البشرية منذ القدم. تقع مديرية سباح بالمرتفعات المحادية مع محافظة البيضاء والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مما جعل موقعها الجغرافي من أكثر المناطق الخطيرة والمهمة، وذلك لكثرة الطرق الجبلية والوعرة التي قد تستخدمها الميليشيات وعصابات التهريب. سباح هي مديرية كبيرة ومديرية حدودية متنامية الأطراف، يحدها من محافظة من الجنوب محافظة البيضاء ومن الشرق محافظة أبين، وحيث المساحات كبيرة والعتاد العسكري لا يكفي والقوة البشرية لا تؤدي إلى نتيجة إلا نحن مستعدين على المقاومة الجنوبية. عندنا مقاومة فوق الدوام أكثر من 300 مقاتل. القبائل كلها المقاومة لا جانبنا، معنا أكثر من 300 مقاتل مقاومة ماسكين نقاط منطقة طسه وحدق وسبيح وضلاعة. مديرية سباح هي ثالث مديريات يافع الجبلية بمحافظة أبين، والتي يواجه سكانها صعوبة في الوصول إليها، وذلك لوعورة الطرق التي تربطها بعاصمة المحافظة زنجبار، والذي بسببه حرمت من المشاريع والخدمات الحكومية المرتبطة بحياة المواطنين. لقناة الغد المشرق عثمان عامر من مديرية سباح بمحافظة أبين. وإليكم التذكير بأبرز العناوين. وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأمريكية المختطفين من سجون الميليشيات الحوثية في صنعاء. مصدر حقوقي يؤكد أن 73% من اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. رجال مكافحة المخدرات في ساحل حضرموت يغلقون مركزا صحيا يبيع حبوبا ممنوعة ومخدرات في المكلا. لمتابعتنا عبر البث المباشر تابعونا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالقناة الغدوة.com، وللمزيد من الأخبار زورونا عبر منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق نبض الإخبار. في أمان الله.